دوماج والله والله الا غران دوماج صافي هادشي هادشي حنا كنطرب حنا كاين بغينا نقولوا هاي القنصليه المغربيه ديال مصر كاينه في الزمالك في القاهره هادشي اللي بغينا نعرفوا حنايا علاش كاينين البنات هنايا غادي يبقاو احنا الله رحيم ما كاينش فين جلسوا ما كاينش فين داخلنا ما كاينش نشربوا حتى شي حاجه انتما كتشوفوا الاخوات كيف ما الناس عطاو الاولويه للناس اللي عندهم الاقامات والناس اللي عندهم ما عندهم كيف ما تنقولوا مخالفين داخل الدوله وبنادم اللي جاي قانوني اللي سائح بحالو بحال عباد الله عنده شهر في الفيزا ديالو مشينا قانون معنا بالواجب في الاول ولكن علاش دوك الناس الاولين اللي ما عندهم حتى شي حاجه ما عندهمش البيد الرتور هذه اول حاجه الاقامه ديالهم كاينه حنا مجرد سائحين داخل البلاد والله الا الحقرة اخويا وحقرة يعني كتحس بلا كيخليوك تحس بالحقرة عندنا فين باتوا عندنا فين سكنوا حنا معاهم هنا حسيبين اللوطيرة دابا خاوية والطيارة غدا غادا وتيقول لك انت تسنى وجايبين لنا البوليس هنايا يعني شنو هيك لا اله الا الله وصاحبي توماس ناس كبار سيم عاش الملك الملك راه هو اللي هو النقطة الضوء الوحيدة اللي بقات هو اللي خاصها توصلوا هذه الرسالة دور لي كنقولوا للناس حنا بغينا غير تقولوا لينا امتى غيسافروا كاينه طياره غدا غدي الناس غتسافرهم حنا بغينا نعرفوا علاش الناس غيمشيو والناس غير ما غاديش يمشيو بغينا غير شي جواب علاش ما جايش ما جايش كاين الناس اللي راقيصات هما اللي غاديين اللي مقاديه لهم الفيزا هذاك هو السيد مهبط علينا الريدو ما بغاش يهضر معنا كنقول ليه هضر معنا ما بغيتش يهضر معنا ما هز لينا الريدو ما حتى شي حاجه قلنا ما عندنا ما ندير لكم دقينا وهضرنا وغوتنا قال لينا نتوما فيكم الهضره بزاف نتوما ما كتساليوش حنا قلنا لكم الا كان شي حاجه معيطين حنا دابا تنهضروا معاه على اساس هو ممثل كيمثل البلاد ولكن كيسحاب ليه حنا بيرسونيل صحيبي ولا شي حاجه دوماج دوماج ولكن كرون دوماج كاينين الناس كبار في السن هنايا مرض كيتعالجوا هذه راه الام ديالك انت راه مريضه الام ديالي انا هنا جايه من شهر 3 وهي هنايا باغي تمشي في حاله باغي تدوزنا عند الطبيب ما كيدوا ديال مصر ما وافقهاش قلنا بغينا غنمشيو جينا تسجلنا في الاول وقال لنا نتوما تكونوا parmi les premières personnes غادي نمشيو كنا هاد لي premières personnes الناس اللي مشاو للسفاره اللي ما نمزا جالسين في الاوتيل هما الاولين غنمشيو و لي بيرسون اجي الناس ديال لوطيل عيطوا ليهم لي بيرسوناج شي عيطوا ليش ما عيطوش لي حنا بغينا نعرفوا قال كاين طياره غدي 130 واحد بغينا نعرفوا علاش 130 واحد حنا ما كاينينش طعمي هاد الناس اللي غادي يمشيو هذا اول سؤال ثاني سؤال ملي كنبغي نسول عباد الله كنقول عطينا هضر معانا جيب لنا البوليس المصري هما اللي جاوبونا ولا علاش انت كدوله كسفير ديالنا ما كتجاوبناش ما بغيتيش تجاوبنا علاش بغيت نعرف علاش ما جاوبتيناش فهمتي دوماج والله والله الا غران دوماج